كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كان زوين وكان في المستوى وكان تنظيم مزيان، تنظيم مزيان وكل شيء مزيان. وكنشكر هاد الناس اللي هنا، وكنشكروا الجمعيه اللي نظمت هاد المسابقه ديال النادي ديال الكراس اللي كيسميو. المنافسه كانت قويه شويه، وكان الغش، كان الغش، راه الناس شافوا كل شيء. السيد اللي دخل الاول بعثو، انا كان دار الكوله القرعه وانا دخلت، انا اللي قشعتو. هو كانت من العام ان شاء الله يكون عاوتاني شي في المستوى. واش غتقول، اش غتقول للسيد اللي دار الكوله القرعه؟ واش غادي نقول لك؟ هادشي راه كاين في المغرب، ماشي مشكل. الناس معروفين، معروفين الناس بالقوالب. كنشكر الدراري اللي خدامين معايا اللي ساندوني في هاد الدومين، هاد المحل فاش 22 عام، وكنت قبل المهم من 94 وانا في هاد الدومين. ودابا الثاني كنشارك في سميتو في هاد المسابقه، كنت جيت تروازيام ودابا جيت بروميان. وكنشكر هاد الناس، وكنشكر هاد الجمهور بزاف اللي ساندونا وشجعونا بزاف، وشكرا.